جمهوريه الصوماليلاند او كوغو سو دوينيا حفله قلت شبيتا كورسدا كوبات الليل سراكيل عيد كبليسكا او كو قلت شبينيسا كليه سراكيشا عيد كبليسكا يا دفعه شان يا صدلات ادوكسيكا تبركا مجاهد الليله مدونا مدح وينا كو سو دوو aan hadda ku soo dhawayn doonaa madasha taliyaha kulliyadda leeli sarkaalka ahna taliyaha dugsiga mandheera Colonel Jaamac Ibraahin mudan madaxweyne waxa saaka halkan ku diyaaray qalin jabintoodii waad u xiri doontaa 2023 leeli sarkaal oo ka kala kooban ciidamada biliiska ciidanka ilaalada xeebaha ciidanka badda iyo ciidanka socdaalka ciidanka biliiska بغول يشان يساقاشن ليلي سركال عيدنكا بادا أفرتان إيو كو ليلي سركال عيدنكا سعودالكا تدبا إيو تغن ليلي سركال جامعين سيديتن ساقاشن إيو سيديت جامعين مدن المدح ويني وحي مددية أي كوچرين أي برتين عيدنكا بليسكا جامعين وحوي كنت ساقاشن إيو ليح ciidanka socdaalka waa laba jaamacii
مددي سيدة بنورة يا كوشيرين كورسلا وهاي برتين دروستا هورتين كوبيجن وغو ريو سريعة تربية الإسلام كا حير كا تربية الإسلام كا دستور كا غرقة جمهورية الصومالي لان حير كا عينكا بليسكا مامل كا صلديقيادا حجر كا برشادة ايو بليسكا حبكا ما أنشحا بليسكا حيرك عقابتا إذا ما وقتك النبضة فرصمات باريسة الدنبية حيرك عقابتا قود حيرك عبك عقابتا حيرك استعمالك حوقة حيرك نبتقرير ودويك حيرك نبتقرير ودويك حيرك إلى عالنت أنشح حي نبتقرير قود حيرك إلى عالنت كتاقرفالك عانتدا غاركا حيرك لدقالك مصماسوغا حيرك نظامك قرصورك عروبتا حيرك لدقالك مندوريا حيرك حكمينتا هبك فضوط خوبك حبك خوراك يبقى جلك حيرك صعدالك صعدالك عالمي جاه يكون ودنك حيرك تبت دجالك هجامتة برشاد خوبك فضود يرسم عشرك حيرك إلانتة عشورك يا حيرك حقوق رادنا حيرك علوتة بضة نقدر ماذا هو يه مدد يا كوتشين ليلي سركالك كورسلا استدد بلوه هاي لما وحي هاين ويكون نشحن التحامد اللي قاضي وحينا كب وحينا آدي آب وقمنا لليان لذا الكيل الجليل إيوه برشلا تليها عيدا كا معلمين تي يوحي شجي لو صدري أي جليل سحب لا يقمنا لليان وحكروا مدن مدح وين كم إذا كرسي كب حيا ما تلوح ريو باريال برتاي ودتريو دون تيافرتني كنتني سيال باري أفرتني تضرب وعينك بليسك سجال بارة وعينك عينك سردوك غرقة صدح بارنا وعينك مجريشك لما بارا يا شاسي ما أنت وحوي يكوا لقوا عمني كرش قدي مدد السديد بيوض البريجي آدي آن اللقون وين تحيي تحان ذي لقى قاضي سيدو كلام مدن ما دحويني وحما أنت قال الجميل يا لو بقول يطمن ليل دبلة أو مدد لحب الوضع كشري دوكسي تبارك مجاهد لحله مدن ملح ويه وحي هنا هذا ما انت يهين عيد المستقبل كدلك نبي جريديسا سبلادن او وحوين او تري دوانا مدن ملح ويه هو انت اسيا كو سو غبغين دوانا خوددهيدا وقتي او كوبن اوغي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سدو كل سو دوين دوانا مدح هوغانك تبارك عيدنك بوليسكا كاشان لسره فيصل حيس علمي كوليله ومهده مركي حيكسان حلقة محنك السلام يا مدحونا اتبولي سوبان لان مدحونا موصبي عبدي وسيري وحكومة دي زكي تسن يتلاشع إذا ماذا كان الدول يا مرتي شرفت قالك يا حالك المانتا نغاسو قيب كشي حفلة دان حريتانك يا الله وحنا ايو عيدك بوليسك محنك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي مدحونا مدحونا وأمريكا وريسي تاريخ العيد كبوليسكا أي حد كبحان كل يد كبحان لابا بقول يخلو تري سد حسر كان أو أهل ليه سر هكى كواسو يسكوتري عيد كبوليسكا عيد كبضة عيد كبقريشكا لما سر هكى شاسوا حي قاتين دروس تي لو طلع قالي أي سيف على قاتين وحنا حالك ما حكنا جاي مدر مدعوينه سر هكى البوليسكا بقريشكا عيد كبضة هذا مدر مدعوينه قرشة لو طلع قالي سر هكى شان إن كبحان كل يد وحي هاي مدير لحب الوضع حسي هالشيء الله بالوضع الله قدري وحنا كلنا ما يستين تبارك حسي كل يوم بقول يستيتني شو سعادات سيد الله وترى قري أي أنا مود على مدير المدح ويني وحنا كلنا ما يستين لما يستركي جس مدير المدح ويني أنا هو خصو عنا سياسة الجود سياسة الجود يا قرشها الجود أتري سعيدك بوليسك وحنا هراء وقانة تبارك عيدك بوليسك الله حليلا حق الشقادة هذين نقول هاي باريس تبيه ذا هذين نقول هذا حق أرجع حسده هذين نقول هذا حق أرجع حسده أرجع حسده لما أنت هذا راسي وحلقت يعني أما كل رجوع غادي أقانط عيدك بوليسك مدر ما دعوين هذان تصارعون صقعتوا سب الله هذا يقول في عنا عيدك بوليسك قتين وحكم ذا كان لا يلاكم بيوت بوليسك أما يستلح قال عيدك بوليسك كاسو مدر ما دعوين أي مرة مش عارضه طاي أنت لسه عيدك بوليسك لما أنزل لقيت بوليسك وكسب إيه حفيص الله أبو طالع قالي دوينها يبوليسك إن أكون كلامك عطان وحنا في اليوم ده بدأ عليه إن الله أكبر كسي ما أنتي بيرد حبيدة
ciidanka booliska iyo maxay loo dabaaldegay qarnimada sidii ay dadku isu dhaxgeleen taas waxa muujinaysa kalsoonida ayay muujinaysa waxa kale oo qayb weyn ka qaadanaysa xagga nabadgelyada wadana madaxweyne qorshaha booliska uu u talagalay halkan inta loo kaliya madaxweyne waxa weeye way soo socdaan intaas oo dhan waxa loogu tababaraya ama loogu teenaya sidii ciidanka kor loogu qaadan lahaa haddii la qolada xagga tayadooda haddii la qolada xagga aqoontooda waxaan ku soo warinayaa saraakiisha booliiska ee halkan ku doobay madaxweyne waxa lagu baray waxaad ka arki doontaa wixii la baray marka fadhiyada ay bedelaan marka fadhiyada booliiska ee loo bedelay ay tagaan ayaa madaxweyne waxaa lagu arki doonaa isbedel aad iyo aada u fiican ayaa lagu arki doonaa waa la saraakiisha booliis baxa annagana bedeli si haddii ilahay ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddana waxaan soo dhaweyn doonaa taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha admiraal maxamed xuseen faarax madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi wasiirada taliyaasha ciidamada guddoomiyaasha labada gobol saaxil iyo murad jeex macalimiinta taabanaysay dugsiga dhallinyarada maanta sida sarkaalka qaadanaysa xidigaha marti sharafta fanaaniintii dhiiga ee dhaqaajiyay siiba gabayaagii dhammaystiray wixii waxbarasho ahaa ee aqoon ahaa ee uu waday waxay ku duubnaayeen maskaxdiisa waxaan jeclaan lahaa ninka in laga qoro oo dugsiga madheera la dhigo oo wixii ka dambeeya la baro mudane madaxweyne dhowr iyo afartan mar noogu jira leeli sarkaal anaga waa markii ugu horreysay ay la qaataan ciidanka bileyska taabarka la qaataan waxaan filayaa dhowr iyo afartankaasu waxay ahaayeen ciidankii saraakiil xigeenada ee shaqada u ahaa lafdhabarta hadday ku darsadeen aqoontan hogaaminta waxaan filayaa inay badda dhinacooda kor usoo qaadi doonaan gaabadoon laga bannaan ay buuxin doonaan waxaan aada ugu farxay maadaama aan bileys ka shaqayn jiray markaan arkay say u barteen baarista annagana mara kiis laco ay noqoto in biliiska la doono ay waqtiga qaato kiis ku lumo ilaa afartankaas baarista si fiican bay u qaateen waxaan ku xuli doonaa haddii ilaahay ka dhigo tiim goboladan u qaybiyo oo baarista tababaro badan marka la siiyo baara waayo kiiska baddu waa ka duwanya kiisas kale marka uu dhaco wuu lumaa hadduu lumaa lama helo waa waxaana hortaagan mar walba insha allah waa la bilaabay kulyadana loo bilowday annaguna waa la kaashan doonaa xeerkuna wuxuu na siinayaa inaanu dembiilaha maxkamad geyn karo dacweyn karo xabsiga ugu hayn karay waa xeerkana faraya intaas waa intaa waxaan marlabaad hamaleynayaa leeli saraakiisha waxaana u rajeynayay macalimiintooda mustaqbal wanaagsan dardaaran waxaan idinkuga dardaarmayaa ciidanka haddaynu nahay waxay naga dhexeeya waa koofida waxaan ugu dambeyn halka uga mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland dhiirigelinta iyo tilmaamihiisa sidii loo heli lahaa ciidan tayo leh oo si mug leh u guta waajibkooda ilaahay waxaan ka baryayaa inuu abaaraha naga saaro oo noo shubo raxmaadkiisa aamiin dhaha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa aan kelimad siin doonaa taliyaha ciidanka socdaalka jenaraal maxamed cismaan caalin dayib maanta waa maalin weyn waa maalin farxad mudan sidaa loo soo sheegay tababarka halkan lagu bixiyey ee la siiyey leyli sarkaalka iyo dableydu waa balaan weyn oo uu hogaaminayo ama qorshe weyn oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu hogaaminayo in lagu dhiso ciidamada qaranka oo lagu xoogeeyo ciidanka booliska si ay nabadgelyada dalka uga bogtaan meel walba waxaan hambalyaynayaa saraakiisha kala duwan ee halkan loogu xidhayo leyli sarkaalkii maanta darajada loo tolayo aada iyo aad baan idiin hambalyaynaynaa waxaanan ku faraxsannahay talagalkaa weyn ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland hogaaminayo inay wax badan sidaa saraakiisha hore sheegeen ay qaranka wax ka bedeli doonto iyo nabadgelyada oo ay qurxin doonto shaqada booliska socdaalka iyo xeebaha iyo ciidamada kaleba waxaan leeyahay saraakiisha qalin jabinaya iyo dableyda waxaa hesheen nasiib wanaagsan oo annagu aanaan helin waxaad hesheen waxbarasho waxaad hesheen nabadgelyo waxaad hesheen dheef aad wax ku barataan waa gogol raggii idinka horreeyay idiin dhigay
أو كم دي هاي مدحونا جمهورية سوفانلاند يو وزير كام محمد كاهن أريما قدها وما تي نهار فريا وحكم ده رقم مجا عدوسي قالوا بحيي مجاهد لحده وهايو رمانتا لقى جيري هوري إيجازي أي صوت عاديين جاهدين تهورة يرغي سوى هالقمي ديف تيسي واتامان تا ديف سالسان إلا همان يدوكو داريه ياري لحظة كبهن هاد ديار يغينا إينا كتوسيا أو قرطا وحا هشين إيو وحا ليدي كباهي هاي قرنكو يدي كباهي هاي سلمر كارا نسا قرنكا إدوكو مانتا إدين بسيري هاينا تهوكامسان مركلة مرت شرف طول ما سلام يا هذه أدبات أمها سنتين إلى هنا وحن كبر هي وأنا إلى هاي ويدي سنة سقى داقله إنه مثل ماذا يهور مركا يوح برشلا ينبت جليلا إنه نوكر ليه سلام مركا أنا إلى هاي حمد ديز الرب كي نوشوا هذه أدبات سلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كلمة سنتين تونا تليها عيدا كقرنك جمهوريه سوماليلاند سرايه قاس نوح اسماعيل ثاني كليان حبردان وانو كوين وانو مالني سراكيشان تلياشا ساسون باليقو ديبي وان هم باليان ايا دمان سراكيشا كبحاسا كليه ده وحي دردارانا ها والي دي سيي وان با قبي بالي دي سيي وان با ترقي حالك كهالي باي دي سيي وعويان مهمة دويني عيدان كنوح كستبعا هادو أمبا بوليسا هادو أمبا هادا ملتاري هادو أمبا نوع عيدان كدوية بدا إياعان عيدان كإلالة حيبا دمان هادو نوع كستا هادو حالفر بيننا قرنون بينو شقيننا تدك لدوان ميهي وان اسكبرنا ملكا ميلد جوكتان ملك استود جوكتان يقبل كستود جوكتان با تد اسكود دوان وقرن كهو شقيا وان كلا نوع هين إن دوجاتام يا مهينة كمان تلاس عنود شوجا نوع كستوى هذا ويسكو دبيهن كوا ساحل شوجا ويسكو دبيهن سدا سوق على إن دوجاتام بالدنيا only ذي كلا جيدن أن نوع على ذي شيءن ويا هل فرمون بيننا هاي وحنا مدح نوع أو مدح وينها جمهورية سومنلاند وتليه جودو إذا ما ضو دنعة هل كان قصو قصو الرا وحنا دو فرح سنه وان داواني يا قادقيني يا وحين اد با وناغسنيدين كلي وحن سلاهي مانتا قلوين كيغي حقا و خوغابات كر كو وناغسنيدين حقا قادقا مكان ويا انا هو هي سمنتين او عيد هل عيدن بايتين marka aad baan idin hambalyeenaya ee iska ilaaliya qodobkii la lahaa in la idin kala jiito reehebel iyo reehebel waxa la idin leeyahay adoon iska ilaaliya idigu bulshada ku dhex jirtaan waan bulshadu saadigu u haatan bay noqonaysa oo wad noogu dhawdhawdeen anagu ciidama ahaan banaanka ka jiraa laakiin sa idigu dadkii community ku dhex jiray bulshada tiin waxa la idin falayaa waa cadaalad إن بشرة كمتن ساسا يو بشرة نقود اسمه سامان تانا وحن قير كين كهونا أحسنناه إن كود دافنا كونفوريا ملك استبا إن ملكه هي شرفته كلها نهاي وحويان إن مدي ناي نادعي إيه إن يالي إيه قريقة قريقة يقولوا قريقة وطا قريقة نفته دي نوع عوي إيدا أنا ويكن قريقة يجينا واكن أمرك أمر رضي قاطي أيينو كغسرينا وانك أمير كرونا هاي كوي أيينو كنمت إنك سوق وصرنا هاي أين الحمي وان ما أنت إنه شرفت أقولنا هاي إلهي واحد يقدر جينا كوي قرن كقرة إيوه وما درسوا ما هذا قرة إيوه إيه شرف يمل جوسو يجدينا دقتان وحنو ما هذا قيا تليا عيدا كبوليس كده يقول عسومي إلى حلقة كهالله لا سنوان ما نغيا السلام عليكم ورحمة الله وحن ويري دونا وأن كلمة دي سي سين دونا تليا عيدا كبوليس كشمريد سومالي لان سريقاس محمد آدم سقدي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا كوباد إلهي با مهات سكاله إسلام إنقا ديغي نمعوين بدن نسيي أبني بلادن بلادن إنو مانتا كفر دينو وإنو كشا قيسان إنو وإنو كرا حيسان إنو نسيي مهات اللباد وحاسكالي مدحوينها جمهوريه السومالي لان سببتوه مانتا فكرة دهال كان لغوها يو عيدا مدن سراكيشن وحي أباهناين دقالي وحي أباهناين إن أقولاشيو وحي أباهناين إسقرب تاك رونتي ماي سورتاكشين هدانو مدحوينه مركي هورنا فكر كيس عاني كايمان ورد اللي يردن شقاقرانا مركي هورنا فكر كي مدحوينه هاي هاي فكر كالاباد اوبضن اسبطورا ياشي عيدا كاكورا اجينا فكر كالاباد مدحوين هاي هاي نقالي هي يا تالادي يسكربتاجي ايوبا هنينا اسابو هدانو لهاي فنتي ميسور تاكاشين هدانو مركزتنا اذا مدن لجربتاجين وهي تاكولايننا وهما نعود الكرين وهاكا رونتي ومهاد نغيا taliyaha dugsiga halkan iyo macallimiintan oo madaxweyne ku qiyaasi karo niman soo taagan oo hari waaya oo isaga ku ka horeeyay 3-3 dacfadood ragii halkan ka soo saaray ay fadhiyaan ragii ilaa awaarahaayo aniga macallinkayga ha u fadhiyo oo ilaa dugsigana lagu aasaasay hawl badan halkan ka qabtay hadaan har iyo habeen soo taagneyna أنا ما ركت هوسن هذا جاري سوتك عشان بني يعنى وما حد نقيا. وحنونتي هم بليين يا بليير هذا يجونا منطقة لتشبين إياه. ولبا قيود سوتش رمة حوينه. قيب رجي السنم كصهري. أما إذا ما ذي كله السنم اللي بهو بمك قرن كله سمية كصهري. أو ويا عرقة أو سدح حرق ليالا. أو إلا أفر سنوشن سنوسدح لحرق ستي. oo ragga imi kana markii dambarka hore soo dagaalameen ma markii dambana amnigan iyo nabadan meel kasta dhisay ah qaybta labaadna ay tahay qayb dhalinyaro ah oo ma aragtay aqoonyahana oo degree first degree iyo master labadaba sita oo ciidanka booliska 5 sano 6 sano 10 sano ah ka kooban ayaa iyagana maanta waxaan u hanbaliyeenaya qalin jabinta ma iyagana u hanbaliyeenaya halkan madaxweynaha waxa ka qalin jabinaya 250 iyo 3 leeyahay sarkaal oo hadhowta saraakiil noqon doona marka xidigaha siiso 9 iyo 8 iyo 9 waa dhalinyaro degree iyo master sita weeye 100 inta kalena waxa weeyaan isbatoorayaal weeye 100 iyo 9 waa ciidanka booliska 24 sida hore loo sheegay waa ciidanka badda todobaad tobanow ciidanka immigration waxyaalaha madaxweyne ay barteen waa tii sidii loo tababaray iyo intay halkan ku jireen iyo saacadaha qaateen waa tii la ino sheegay laakiin waxa ay naga filan boorka horteenaya la dhinaca bidixda iga xiga 22 qodob oo kuliyada lagu dhigay baa ku yaala waxaynu ka fahmayna aqoontii ay qaateen ee ay barteen inay ahayd sidii loo baray haday ugu dhaqmaan mid qaran kan ay ku anfacayaan naftoodana ay ku anfacayaan ciidan kan ay ku anfacayaan liman kan madaxweyne markii aan dhageystay runtii een taladii ma aragtay taliyaha dugsiga iyo macallimiinta wixii la baray markaan arkay koro kolomka la baray markaan ogaaday in muddo dheer ay halkan ku jireen oo ay dhammaantood casharada wada qaateen waxaan qirayaa inay yihiin niman cilmi ku hubaysan oo aqoon badan ku hubaysan oo aan la dagi karin oo xeerarka halkaa ku yaalo dhan hadday boolis tahay iyo hadday maaragtay socdaal tahay iyo hadday ciidanka ilaalada xeebaha tahayba niman aqoon ku hubaysan oo aan gurcur geli karin cadda ku soconaya inay yihiin baan madaxweyne qiraya adigoo madaxweyne naga ogo oo aynu wada ogsoonahay inuu ciidanka booliska waajibaad badan leeyahay
oo ay koow ka tahay inuu shuruucda dalka socodsiyo oo shuruucda dalka ciidanka booliska socodsiyo oo uu criminal investigation waxa la waxa dambiilo oo dhan isagu qabto oo maaragtay wasaarad walba uu la shaqeeyo tamaaliyada uu la shaqeeyo cashuuraha uu ururiyo tagaadiidka uu la shaqeeyo traffic-ada uu la shaqeeyo maxkamadaha uu la shaqeeyo talaabo ka hata reer miyiga baan la raamayna saay forestry hata uu la shaqeeyo miyiga hadda tabto booliska adarkaysid xuduudaha badaha iyo biriga meel kasta ay taageen oo ku tacaliqsan too qura ninkii aan ka gobiyay iyadoo taa inuu wada ognahay haddana maanta aqoonta markay qaateen waxaan isleeyahay dhalinyaradan laba dhalinyarada 89 ka ah ee aqoonyahanka ah iyo dhalinyaradii shaqo qaran oo 54 madaxweynaanu ka qaadanay shaqo qaran ciidanka booliska qaatay waxaan isleeyahay labada dhalinyaro marka la isku daro 54 shaqo qaran ah oo imika shaqeeyo taliye saldhig iyo taliye xigeena noqday oo taliye xigeena bariga ku bilowday imikana taliye saldhig noqday iyo 89 cusub marka la isku daro waxaan isleeyahay waa dhalinyarada mustaqbalka fog hoggaaminta ciidanka booliska iyo ciidamada kale iyo dalkaba waxaan isleeyahay waa wax weyn bay ka bedeli doonaan mustaqbal fog hadii la ilaahdo uma tababaruun madaxweynayntaas oo qure halkaa waxaa ku taala in baalkaan sheegayo ciidankan waxaa la baray si iyada waajibaadada ay ka mid tahay ciidanka booliska in haddii dalka cadaw ku soo duulo uu ka barbar dagaalamo ciidanka militariga waxaa la baray sahanka iyo tabta dagaalka iyo toobagaraafiyada iyo dabridka iyo waxaasoo dhan takhasus bay ku yihiin waxaana u sheegaynaa madaxweyne oo adigana ku dareensiinaynaa cadawgeennana aanu u sheegaynaa inay ciidankan booris qur'aan ahayn iyo ciidan badoo qurahe inay u tababarayeen cid kasta oo wax isku dayda oo cadawgeenna ah inay intay indhaha ka galaan madaxa goyn doonaan waxaan kula dardaarmayaa un maanta oo i hadhay dhalinyaradan waxaa ka dallacaysaan markuu madaxweynuhu idin ku dhawaaqo sarkaal xigeen iyo arday waxaa noqonaysaa niman xidiga la siiyo waxaad noqonaysaa sarkaal waxaad noqonaysaa hoggaamiye sarkaal haddaad maqasho xidigle ilaa jeneraal waa hoggaamiye waa sarkaal marka siyaasadda laga reebo ciidanku haddii janan ilaa xidigle waa sarkaal mas-uuliyad weyn baa idin fuulaysaa waxaan idin kula dardaarmayaa inaad cadaalad ogaataan waxaan idin kula dardaarmayaa inaad wadaniyiin noqotaan waxaan idin kula dardaarmayaa inaad mas-uuliyad weyn baa idin fuushane aa mas-uuliyadda qaadataan waxaan idin kula dardaarmayaa booskiinnu maaha kii hore booskaagu sidii wasiirka arrimaha guduhu oo sheegaya maalintii dhaweyto askariga calaamadda halkaa waxaa loo suray calaamadda qaranka waxaa halkaa loo suray dadkaagii baa ku aaminay dowladdaadii baa ku aamintay waa inaad ogaataa inaad ummaddii oo dhan wakiil markaad calankaas leeto inankaa yari koofiyadda madowle hadduu iminka yimaado oo dadkoo dhimaystilaya dagaalkaa la joojinaya markiiba macnahaas waxa weeyaan calankii qarankaad halkaa ku sidataa haybad dheeraada ku saaran ninka iyo naagtiisu hadday isqabtaan booliska unbaa awoodila inuu isdhex taago waxaan idinku dardaarayaa dhammaantiinba inaa cadaalad weyn baa idin fuushay mas-uuliyad weyn baa idin fuushay marka iminka laydin bedelo ee nin walba meel loo bedelo ee aynu mas-uuliyiin noqonno inaynu mas-uuliyadda ina saaran aynu aada iyo aada u gudanno waxaa madaxweyne xusuus dheeraada aniga iya 1988 maalintii waddanka la soo galay kelmaddaasu maanta qiiray runtii maaragtay ayay igu tahay isagoo macalinkaygiina fadhiyo ninka halkaasoo fadhiya kabtankoo qaaxo awaare ku-xigee maaragtay ahaa halkan qoladii cadaaday soo gashay maxamed cali ciidankiisi baan ahaa halkaa iminka ambaleemka iminka aan madaxweyne mar dhowta salaanta ku qaadanaya dhinaceeda ayaa waxaan xusuusanay casar 4:00 galabnimo markii jeelka la jabiyey 12:00 waxay doontaa noqoto halkaas 850 qof oo jeel ka soo baxay intoogaa maxamed cali ugu qodbadeeyey uu yidhi wixii ciidan soo maray oo xaggaa u baxa oo ay 300 dheeraad xaggaa u dareertay oo uu yidhi wixii sarkaal qaatay aan wixii darajo qaatay aanu feela korreyn oo xaggaa u baxa oo ay 200 xaggaa u baxday ayaan xusuusanay anigoo inaan yara oo halkaa aan joogo oo maalintaana aan geeri ku tala galsanaa maantana aan runtii halkii joogo anigoo jeneraala oo ciidankii booliska hogaaminaya waxaan xusuusanayaa aayaddii qur-aanka ahayd
وهي حسوسين إسا آيات القرآن كهذه نبي موسى أي ويدين هير بني إسرائيل قالوا أودينا من قبل أن تتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون نبي موسى أي هير بني إسرائيل نبي موسى هرتانا وانا لديبي دوضانا إما كروانا لديبي قوربانو هلنا ماركتي اسبدر مركز سوري قال عسى ربكم إلهي وحو حقيقك يا أما ييليا أما ييلكرا أن يهلك عدوكم إنه عدوين بابيو ويستخلفكم في الأرض ونوك يدين ليبو فينظر كيف تعملون دبنا وحا سميسان وإيبو أعاو إيبو وحان إسلاي مالي تانا قيري ما فيلاني ما انتنا عني اللفتة دي اتحاني قوتها يتاني وإلهي وحو إيغي يا وحان سمي ما داما مدى حويلو إيغ مدينا بعيدا كاو قاميو تانا إلهي هاي واسطرو آدي ياد بار دي سلامة ما انتا كورسدا أولم بدعاتي شلتو لماذا عيدنا كلا عيدك من الترجة هي عيدك أسلوب تلاقوس أو حري ما أنت عيدك بليسك هي عيدك إلى هذا حيبها هي عيدك سعداء كامي ميجريشن كا هل كان هوشوا تلاقوس حري لماذا روح أي كم ديهم حنانك سياسة الدولة إما دحوين موسى هو قامين أيوه ee loogu tala galay inaynu ku kobcino kor loogu qaado aqoontooda lagu kordhiyo dhamaan ciidamadeena sidaynu la war soconno qaran kasta jiritaankiisa iyo haybadiisa waxa ay ka mid tahay hadba sida uu u leeyahay ciidan ilaaliya waxa qaranku ku dhisan yahay qaranku wuxuu ku dhisan yahay waa sharci madaxweynaha halkan fadhiya wuxuu ku fadhiyaa waa sharci qaranku leeyahay golaha wasiirada janaanarada wasiirada maamulada kale ee dawladdu dadka midna waxba kama duwana midba nin shicib ka dhigaya midna madaxweyne midna wasiir midna janaan sida laaj ligeed qaran kasta haybadiisu waxay ku jirtaa حدب سيدا عيدا كيسو تابا قال يا تابر قال له نقطة سراكيش هل كان شوكتا الليل سركالكا هرتا ودر شادا وقول في عن اللقاطة نور سببات مر نكو واد اللي يرى واد داير دوكسي سارو كبحي تابر ليل سركال بو تيجي دبدنا كل يد عيدا بو قلي علم ملتري يمد بوليس يمد إلى على حباد يمد أسلوبات يمد إميجريشن بو قلي دبدنا سركال بو نقطي حرق عبر نفتك قعدت هرت وحوي وين أوقاتان وين حرق دي ندت كل يابا ودنكم بركان نورشي بو بلابيو حبلون بموحي تعالين هنا حدق لك قرصتهم marka labaadna albaabka wadadu cagta saaray waxa weeye waa dariiq u furaya in uu noqdo hoggaamiye ciidamo qaran dowladaha qaarkood dowladda Mareykanka iyo taariikhahooda markaa dib u eegto madaxweynayaasha soo maray waxa ugu badan inta general ciidan soo martay waxa weeye markaa dugsigan maanta ka baxdeen raggii hore ka baxay taliyeen ugu horeeyay ciidankii booliska ee Cabdidibooyo dugsigan mandheere ka baxeen isaga ka baxay beelal baa ka dhax ka baxay waxaan cilmi kabaal baa ka baxay waxa ka baxay maxaan ku raadayeen salaban cumar ku jooga maanta nool ayan cilmiga booliska taliyahayo aniga laftayda nala taliyaha ka baxay raggaasi dugsigaas ninkii ugu badnaaye dugsiyada markaa ka baxayna beleliyo laba laba alif bay qaateen qaarna askari dablaa bay ka soo bilaabeen war raggaa wada jeneraalka iyo akademiyaasha Mareykan iyo Ingiriiska wax ku soo bartay markaa cidlaha ku absaamina chinese baa maanta la idisiyey waxaan idinkula dardaarmayaa inaydun maxaan ku idhaahdaayey aqoontiina ku isticmaashaan
kartidiina muujisaan inaan muuqataan oo jaranjarada fuushaan nin walooba shaksiyadaada adiga kugu xidhan tahay. Jaaniskii waa lagu siiyey saraakiishan iyo taleeyaashan raggii bedeli lahaa sidaad ku noqon kartaan waa dadaal. Taliyaha dugsigu sidii uu sheegay boorka halkan ku yaalana ku qoran in ku filan aqoon a kor ugu qaadaan ciidamadeenna kala duwan ee a ka socotaanna waa laydin baray. Kaan waxaan idinkula dardaarmaynaa inaydun cilmiga iyo aqoonta aydun hawshooda gashaan. Waxaynu u baahan nahay waydinkii qolada biliiska iyo halkan ku garnaqsatay ninkii abwaanka ana waa kii halkan ku garnaqsaday ee yidhi annakoo waxaan qabanayna oo tuug daba joogna oo gacan ku dhiigla raadinayna oo midax kufsaday soo qabanayna oo arrintan qabanayna oo tan wadna tan wadna tan wadna ayuunba haddana nala caayaya. Horta yaa idin caayaya yaase idin ammaanaya? Horta dadka idin caayaya waxa weeye kow waa dadka aan ogolayn inuu qarankani taabo galo in sharci jiro in nin sharciga ilaalinayaana jiro ayaa horta idin caayayaan. Waxaa idin caayaya nin qabyaalad ku nool oo doonaya inaan sharci jirin, inaanay dowladi jirin, inaan bilays jirin, inaan madaxweyne jirin. Eegadda waxaynu ku heshiinay inaynu qaran noqonno reer Soomaaliland, waxaynu ku heshiinay inaynu dastuur yeelanno, waxaynu ku heshiinay inaynu sharci yeelanno, waxaynu ku heshiinay in dembiilo la qabto. Haddaynu intaa ku sheeshiinay yaad idin diidan? Waxaa idin diidan ninka aan sharcigan ogolayn? Waxaa idin diidan ninka inanta la kufsanayo ogol xalaalaynaya? Waxaa ogol ninka qaranka in la dhaco xoolihiisa la dhaco ogol? Waxaa idin caayaya ninka diidaya sharciga? Waxaa idin diidaya dadka inta ku dhex nool qabyaaladda? Marka waxaan leenahay ilaa waabaad arkaysaaye subaxdii inta kuu yimaada waa inta tuugga ah riwaayadda ha darto googo iska darto waxaa ku jiray daynanka inan baa dhashay ta adiga adeerka wahaayo abtiga wahaa haddaad xidhaysay dayle waxba jiri maayaane taynanka yaan la xidhin bal imika waxaad ka soo qaadaan intaynan halkan fadhida iyo intaynala mide meel walba joogtaa ninku waa mid abti loo yahay iyo mid adeer loo yahay iyo mid inaabti loo yahay iyo mid inaadeer loo yahay iyo mid seedi loo yahay iyo mid sadog loo yahay iyo mid habar wadaag loo yahay. Marka intaa la diido in la xidho dadkan dhirta laga qoray ee aan cidba lahayna la xidhaya xaggee ka yimaadeen? Waa inaynu ogaanaa ciidamadiina halka fadhiday noocyada kale ciidanka inay ogaataan qarankan dadka khaldan iyo dadka dembigale waa la qabanaya. Maalintii dhaweyto madaxweynaha iyo golo badan oo wasiirii waxay joogeen maalintii haweenka ururka haweenka nagaad la yidhaahda ay xarunta sameynayeen lagu soo ururiyo xogta barnaamijkan loo bixiyey dembiyada ka dhanka haweenka ee kufsigu ay ugu badan yihiin. Xogtii taliyaha biliiskii ay soo ururiyeen waxaa ka mid ah sannadkii hore ee dhammaaday 188 kufsi baa dhacay, 5 mooyaane inta kale waa la hayaa, way ku maadsan yihiin ciidanka biliisku. 2 bilood ee ugu horreeyay ee sannadkan 4 miradla oo kufsi baa la hayaa. Dadka idin caaya waa dadka doonaya in nin walba hableheena la xalaalayo. Ka idin caayaya waa kaa hadda dadku dembiga u diidaya inantiisu way ku jirtaa inankiisuna wuu ku jira. Ilaa iyo xad waxaa lasoo sheegay oo maalintii nasiib darro ah in kufsiga inama ay ku jiraan. Ciidankiina biliiska waxaan idinkula dardaarmaynaa xaaladeennan inaynu dadkeenna ka samata bixinno ayaa lagama maarmaana difaacaddiinnan dhowrka 100 qof ah ee tiradooda halkan lagu sheegay waxaan qiyaasaynaa
هجانك تبابرك مركي وشاعي ساعدي هالك روح كبرتين يبرنامج هالك كقرن إنه نقطنا يو برنامج وحو نقطنا يا برنامج كعيا أو آل أصيب كردية نحركا حولها يا برنامج هذا إذا ما دينا هنكو ده دايب بليسكا إذا كإيميجريشن كا إذا كإلالة الحياة بها إنت مركن كيف قدبو مركن الله الرسام ما أنت وحي إنه قبليان إنا حوين وينها جمهورية السومالي لان يادون كبا وإنه كو قبليان إنه ما لنت سيديد مارج وعالم كادو يدب اللوغو وده دبال دقو ما لنت حوينكا وحانا إنه دورنا هدين بليسكا قارن كسومالي لان دي عيدا مدين نبان نخي واجب كوغو الرأي اي برنامج هذا نوغو الرأي وحوية إنا إنو إلالي نو حقوق دا حوينكا جمهورية دا سومالي لان سيدا شراعة دا إسلام كو اي ديغي سو لغن كينا سوبان اي نو لهان شرنا نو ديغي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيلتهاي مناسبة يوحي لغران لها تردارا انتي ما والي ولا دمي هذا كراه دي قد كيس الهلال الله يبدو وطاقو انت اللي يديني بانا نسي تاقير ايا وحي دردار اللي يسي يتو صالح يو وارو الله يدو كوافعو اذن قنطلا هذا البدل عالكن ما تيبا يالو وحي دلك اللي قرر لها نوالي وحي نتا وحا اللي يقول وادعو ايو حفر دينو صاحب نو وددك لسينا يو حيش عيسي ديانا نسيو وادو كوها بريان ايا لما قف وهو هيا أبو صحيح قف وهو هيا ولكن فجارة الله يكون في الدونة أقول بعها بعض تاسنا وين تاه وحنا بلينا يا حبلها كسر قيب قري تابر كان أنك يجبي هنا آدي أدو أماني أنا وهم بلينا أنا وجبي قري سنا الله أن حبله هو يكسر يهنا جاء هو يكسر يهنا جاء عيد الله وحلايا وتواصل كهر أما حتى لحسن كهر إذا واحد إن أنتوا هنا كبغت إذا ماذا يهوشون لكن ما كل اللي يسوي بد شلي شن تيهور أرض ملانية ترى ذي أبض نايد هبلا حق هنا سوق علي هبلا أنا وراه ملانية يا وحيلة ترى حفر ده السوق ولا ذي نه آدي أدبار ذي هبلانية يا إلى هاي واحد كنا شيرنا الأبرس هنا كتشبيه هل كنا واحد مر قارو دعاء يا رب هذا قيا تما شيره أحمد إيمان علمي بام أحمد إيمان علمي جملها دائما كما شايقي ما هي كنت كيسا نقدم بيه وحن متابراي وحي الله ما هدية شان الله كان فريق قارك ودر سوق صوت هابراي سوى علي ما هي سوى الله سعود المانقراري ما هذا علي أواري أو كماندان الإرياية أو ضد بضن وحصوه براي إلهي عمر جاء عافلات كوانسي هذيو قرن كان يوم الشقيسي قرن كلو الكوبي إرتي سعدان أمني قوال أبو إرتا أكو مريانا أدوكو عندها وضعيا حبي 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 عيدا كوديسين إلا إرتي صعدان أمني قوال أبو إرتا أكو مريانا أدوكو عندها وضعيا حبي 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 عيدا كوديسين هاجاتي 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 هاجاتي